فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، حديث عبد الله بن عمرو: من بنى بأرض المشركين، يعني سكن، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وهما عيدان للكفار، عيد النيروز ويكون في أول فصل الخريف، وعيد المهرجان ويكون في أول فصل الربيع. النيروز والمهرجان يومان من أيام أهل الجاهلية ومن أيام الفرس والأعاجم، يصنعون فيهما عيدا لهم، ولا يجوز التشبه بهم في أعيادهم،